أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. وبعد، فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخلف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وقادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم، له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفيله، أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالسلك والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عراض بغير نقص كخفيف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستحل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب، تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم، هم آدم إدريس نوح هود ما صلي وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل إسحاق كذا، يعقوب يوسف وأيوب احتدى، شعيب هارون وموسى واليسع، ذو الكفل داود سليمان التبع، إلياس يونس زكريا يا عيسى وطه خاتم دغايا، عليهم الصلاة والسلام وعليهم ما دامت الأيام.